السلام عليكم. إيران تعلن تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000 كيلومتر. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا ثنكسيري عن تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000 كيلومتر. وقال ثنكسيري في تصريحات لوكالة التسنيم الإيرانية إن هناك مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن، مضيفا أنه ثم تثبيت 12 صاروخا لإطلاق عموديا من نوع نواب على سفينة سليماني وأربعة على متن سفينة ذوالفقار، ويزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ. وأكد أنه سيتم الكشف عن أربع سفن تحمل أسماء الشهيد صياد شيرازي والشهيد حسن باقري والشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس والشهيد رئيس علي دلواري. وأشار الأدميرال ثنكسيري إلى التواجد في المحيطات قائلا جرى اختيار تعويم سفينة الشهيد مهدوي في خليج عدن، وتواجدت كل من السفينة الشهيد رودكي والشهيد سياوشي في خليج عدن ثلاثة مرات. وكانت بحرية الجيش الإيراني قد أعلنت السبت الماضي عن تجهيز سفينة مدمرة للقوة البحرية للجيش الإيراني بصواريخ كروز الشهيد أبو مهدي المهندس. وشدد قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني على أن هذا العمل قد تم تنفيذه، موضحا أنه سوف يتم إزاحة الستار عن هذه الصواريخ حسب وكالة فارس الإيرانية. وأعلن قائد قوة البحرية الإيرانية السابق الأدميرال حسين خانزادي تسليم صواريخ كروز الإيرانية طويلة المدى الذي أطلق عليها اسم الشهيد أبو مهدي إلى بحرية الجيش قريبا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.